الإجابة اللي انت شاك فيها اتركها، جاوب الأسهل في الأصعب. صحيح، اي صح. يا اخوان سبحان الله، طلاب العلم واضحين وطلاب اللي مو بعلمي واضحين، الادب واضحين. سبحان الله. سلام. هذا قاعد يستحضر على ورقه ولا ايش يسوي؟ ايش تسوي يا عبد الله؟ ها؟ عشان تقول التفات، انا والله التفت كذا لا اراديا. لا اراديا. ايوه، فشو تسوي؟ من كذا اغطي عشان اتابع بس. يلا بورك اسحبها. عندي احساس يا نواف يا خميس. ما سالتك. اقوم عليه يا جماعه. يعني خلص يطلع ولا ينتظر؟ عبد الله الخالدي لا ما عنده ظرف بسيط، اذا دخل القريه راح نختبره نفس اختباركم عشان يحدد الرصيد خفي خاص فيه. هذه ورقه الخالدي. لا لا خلاص عبد الله، كنا كلمك هنا تصرف، حط رقم السري يا عبد الله. ايه ها؟ تقول اني شايب اني ابغى الضمان ولا حق المتقاعدين؟ حريص يا عبد الله. عشان والله عشان مع تعليماتك يا استاذ. شاكر ومقدر لك. الله يطول في عمرك. بس انا متاكد عبد الله، انت عرفت تكتب اسمك ولا لا؟ شوف. صح. اسمك عبد الله ولا عبد الرحمن؟ لا عبد الله. طيب وراك كتب عبد الرحمن؟ زيد لا ترفع راسك، ترفع نظراتك، عينك في الورقه. انت حر. خلي وجهك. متاكد ورقتك؟ خلاص حطها بالظرف لانك متاكد من اجاباتك. الجواب الصحيح اذا انت شاك اكتب برا هنا الجواب الصحيح كذا عشان ما تلخبط. يا شباب اذا 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 خبطت في الاجابات، كتبت صح وخطا صح وخطا في نفس الاجابه، رح في نهايه السؤال واكتب الجواب الصحيح هو كذا. تفضل. ايش عندك سؤال؟ لا لك انت اللي كتبت الاسئله؟ ليش؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. لا حلوه حركه ال يعني انت سبقت جيل كامل من المدرسين. شلون؟ بالحركه ذي. اي حركه؟ ما شاء الله. حقت شو اسمه؟ انك تجيب السؤال اجاباته كلها ما هي موجوده. الحركه هذه والله عجبتني. كيف؟ وش السؤال؟ جبنا اجاباته ما هي موجوده. حقت شاد العاصمه. ايوه. حقت ساعه العلا. يلا يا أي سؤال؟ يكون صادق. اي سؤال يا عبد الله؟ هذا طال عمرك اللي هو شاد عاصمه ما هي عاصمه شاد؟ اي. هذه الاشياء كلها ما في عاصمه ما هي موجوده، انا متاكد. يا رجل. وهذه هذا اجابته الخرنق اللي هو الغراب، صغير الغراب. قد سمعتها عند الساده. صغير الغراب وشو؟ ايه اسمه الخرنق، خرنيت. اسمه الخرنق؟ ايه خرنق. طيب اسم النعاب ما اسمه الخرنق. ايش هو؟ صغير الغراب. ايه اسمه النعاب. لا ها جابها عبد الرحمن خضيري السؤال ذا. وش ميش؟ اذكره. احنا نسميه البدو الخرنت، ما انت تعرف الا. البدو يسمونه خرنت؟ ايه. أنا كتبت خرنق كذا. أنت خارة بس نوقف. عدلت اسمك؟ كنت كاتب عبد الرحمن. عبد الله. كنت كاتب عبد الرحمن. عبد الله. يا شباب اللي أبو علي ايش تبغى؟ اللي بيعدلون شيء يجلسون؟ اللي بيعدلون شيء يجلس. اللي بيعدل شيء يجلس. يقول بعدين. اللي بيعدل يجلس شباب. شباب استريحوا. طيب بسم الله. وين لا؟ اللي بيعدل يقدر يعدل أبوه. يا شباب. الورد وينها؟ الورد؟ إيه؟ أنا بعدل أبوه. يمكن نموذج. والله اجلس. لا خاف فيها شيء يا فادي، غير النموذج متغير. نموذج مختلف عن نموذجكم.